أحسن الله إليكم، واستشكل عنده الجمع لبعض النصوص. ها؟ استشكل على هذا السائل الجمع بين هذه النصوص. قال الله تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: وهديناه النجدين. وقال صلى الله عليه وسلم في نفخ الملك في روح الجنين، قال: ويقتل هو شقي أو سعيد. أنا قلت لكم أفعال الله هذه ليس لنا فيها دخل ولا اختيار، تجري علينا سواء أردنا أو لم نرد، أحببناها أو لم نحبها، أفعال الله وأقداره. أما أفعالنا فنحن مخيرين فيها، أعطينا الإرادة والمشيئة، نقدم أو نتأخر بإرادتنا. نعم، هذا هو الضابط. نعم.